طبعا إلى فقرتنا أو إحدى فقرتنا المفضلة، واليوم رح نتحدث عن أكثر الأكلات الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا في دولنا العربية من جميع الأشخاص طبعا مختلف الأعمار، تصنع إما باللحم أو الدجاج. حبيت السسبنس اللي عملناه. هي الشاورما ومكوناتها وخلطتها وطرق إعدادها، نتعرف عليها اليوم مع الشيف رامز نمر والشيف شهاب أحمد. صباح الخير شيف رامز وشيف شهاب. خلينا بس نتكلم في البداية، إذا تعطينا كده يعني خلفية عن الشاورما. هلا احنا عندنا اليوم راح نعمل شاورما دجاج وشاورما لحمة. نعم. طبعا الشاورما اللحمة لازم تكون منقوعة قبل بيوم. اوكي. في عدة طرق بالنسبة للتتبيلة. اوكي. وشاورما الدجاج لازم تكون كمان قبل بيوم كمان منقوعة. منقوعة في ايش يعني؟ التتبيلة تاعتها. اوكي. هلا شاورما اللحمة التتبيلة تاعتها بتفوت بالطحنية، خل التفاح، عصير الليمون، عصير الأورانج، سبع بهارات، ملح والهيل. أيوه. ممتاز. وهي تتبيلة اللحم. هاي تتبيلة اللحم. تتبيلة الدجاج بتروح بالثوم، بالزيت الزيتون، بعصير الليمون، بالشطة الحلبية بيقولوا لها الباودر، بيروح فيها الكمون، بيروح فيها الفلفل الأبيض، كله هذا بنخلط كله مع بعض وبنأكله قبل بيوم. لازم يكون الدجاج له 24 ساعة أو نحكي 12 ساعة منوع قبل بيوم. هذه التتبيلة اللي أنت قلت عنها، هل هي يعني لمكان معين أو بلد معين يعني معروف فيها أكثر؟ لا، هلا هي بالشرق الأوسط الكل بيعملها بهاي الطريقة، يعني في ناس بتعملها بتزيد عليها شوية شغلات، بس إنه هذا هو المعتاد بين الشرق الأوسط. طيب شايف في طريقة معينة مثلا في البيت إنه ينعمل سيخ الشاورما، لأنه هي مش قطع لحم يعني، هو بينعمل ب طريقة معينة وأسلوب معين، هل ممكن تشرح لنا؟ هلا هو بالنسبة للشاورما لما تنعمل بالبيت بتكون غير عن المحلات، المحلات تقطع بشكل سلايس، تنقطع كلها، تقطع الكمية كلها وبتنشك على السيخ بطريقة معينة. ورينا السيخ. أوكي. بس هلا احنا هون اليوم احنا عاملين عندنا في مطعم أواني. أيوة. بالممشى الجي بي آر عاملين إشي مختلف، يعني الشاورما الكبيرة صغرناها عملناها بطريقة هاي. اوكي. عملناها بالشكل هذا اللي احنا عاملينه. ايوه. فهذه الان شاورما. هاي شاورما شيء جديد. حبينا نبتكر ونغير عن المتعاده المعروف عنه يعني. وعملناها بالطريقه هاي. بس كانها سيخ يعني، هاي كفته او كباب. اكزاكتلي كباب. لا هلا هاي شاورما الدجاج وهاي شاورما اللحمه. بس هاي هي سلايس كمان معموله. ايوه بس المبدأ. بس ما غير القطعه يعني، ما انت ماخذ هالقطعه النحيفه هذيك. طيب بس مثلا الدجاج شو الفرق بينها يكون وبين شيش الطاووق مثلا؟ لا هلا شيش الطاووق لازم يكون كيوبس مقطع مكعبات، هذا معمول سلايس. اوكي. ايوه. وبنشكها نفس مبدا الشاورما الكبيره. اوكي. بنعملها بالشكل هذا. طيب قديش بتضيفوا عليها دهن واشياء من هذا النوع؟ لا هلا الشاورما المعتاد عليها لازم يكون فيها دهن. ايوه. اوكي. هلا انا حاولت اعمل شيء هيلثي شوي وصحي. هاي كلها لحمه فيليه. ما فيها دهن نهائيا. اوكي. رح تشكرك خبيره التغذيه بعد شوي. وبعدين يعني ما فيها دهن، هذه ما فيها دهن هاي في ولا بتضطر تحط لها دهن ولا شيء ولا لانه التتبيله انا عاملها طحنيه، عصير ليمون، عصير اورنج. ما بيقولوا يعني انت بتحتاج الدهن عشان يعني تتماسك عشان يطريها. هلا حسب نوعيه اللحمه. اوكي. اذا كانت نوعيه اللحمه كثير منيحه ما بتحتاج كثير يعني تكون فيها دهن عشان تطرى. نعم. حسب نوعيه اللحمه اللي مستخدمه في الشاورما. جميل. بس اذا حد حب ممكن يضيف قطع طبعا هي دهن لازم للسيخ يعني. يعني في حد في ناس بحبوا يحطوا فيها الدهن وفي ناس ما بحبوا. قديش ياخذ اعدادها وقت؟ هلا هاي زي ما قلت لك احنا لازم تكون قبل بيوم اللحوم سواء الدجاج او اللحمه منقوعه قبل بيوم. وطريقه الاعتاد تبعها كله مع الشوي تبعها مع كله ما باخذ تقريبا نص ساعه ل 45 دقيقه. ممكن تشرح لنا الطحينه تحديدا اللي هي تنحط او تضاف لشاورما اللحم من ايش تصنع وكيف؟ هلا هاي هم بسموه تراتور صوص، اللي هي طحينه تنعمل طحينه، عصير ليمون، شويه مي عشان نرخيها، وملح تكون جاهزه. في ناس بحبوا يحطوا جارليك فيها توم شوي، في ناس ما بحطوه. بس هو تراتور صوص ما بيجي فيه تبع الشاورما اللحمه بكون بهذا الشكل. اوكي. وتاع شاورما الدجاج بكون بهذا الشكل اللي هي عباره عن في ناس بيعملوها ببطاطا وفي ناس بيعملوها بنشا اللي هي مثومه. بس بشكل عام ما في فرق بين اعداد يعني الدجاج او اللحم؟ لا في فرق، هلا الدجاج زي ما قلت لك مختلف تتبيلته نهائيا عن تتبيله اللحم. ايوه. مختلف. أوكي. نهائيا. ايوه. اوكي.
ممتاز. طيب احنا بنشكر طبعا الشيف رامز نمر والشيف شهاب احمد على هذا الاستعراض السريع للشاورما، وخليكم معنا رح تنبسط فيكم اخصائيه التغذيه لانه عاملين اليوم شاورما هيلثي. رح نتعرف على الخصائص الغذائيه والسعرات الحراريه بشكل عام في الشاورما مع كما ذكرت اخصائيه التغذيه نسب العتر اللي تنضم الينا من جده. صباح الورد يا نسب. خلينا في البدايه، يعني يمكن الشيف حضر شاورما بشكل صحي، بس خلينا نتحدث عن الشاورما العاديه اللي تكون موجودة ونحصلها في معظم المطاعم والكافيتريات الموجودة في دولنا العربية، كم السعرات الحرارية فيها؟ أول شيء صباح الخير لسارة مهيرة وكل المشاهدين. صباح الخير للشيف، اليوم عملها بطريقة صحية. الشاورما إذا حنا نحكي عن ساندويتش، وهون بشدد إنه ساندويتش صغيرة، مش مثل بعض المطاعم صاروا يعملوا شاورما جنبه أو صاروا يعملوا الشاورما بحجم جدا كبير. مع إذا كنا عم نحكي عن اللحم كل الأحوال، هذا رأيي طبعا. صح صحيح. لحم 326 سعرة حرارية تقريبا، إذا نحكي على الدجاج تقريبا 350 سعرة حرارية وشوي. ليش الفرق بيناتهم؟ ليش هالمرة حنلاقي الدجاج أعلى بالسعرات الحرارية غير أغلب الطبخات التانية؟ الأكلات اللي تكلمنا عنها كان دايما اللحم سعرات حرارية أكثر. الدجاج لأنه يحافظوا على كل الجلد، وبنفس الوقت بتزيد كمية الدهن ليقدروا يعملوها متماسكة على السيخ. طبعا مثل ما عمل الشيف، لأنه السيخ صغير فبتزبط معه أنه يخليها متماسكة حتى لو مش زايد لكمية دهن كبيرة، بس مثل ما نشوفها بالمطاعم السيخ الكبير كتير لتقدر تخليها متماسكة كمية الدهون بتنزاد كتير عليها، الجلود خاصة بالدجاج كتير بتنزاد. طيب كمان كوليسترول هو عنصر أساسي بهيدي الوجبة. ساندويش اللحم تقريبا 9% من السعرات الحرارية تبعيتها حتجي من الكوليسترول، وساندويش الدجاج تقريبا 11% من السعرات الحرارية تبعيتها حتجي من الكوليسترول. لهيك بننصح مرضى ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السكري شوي يخفوا على الشاورما، ما كتير يعني ياخذوا راحتهم هنا وعم ياكلوا الشاورما. جميل. طبعا ولما نروح على مطعم ونطلب صحن شاورما، صحن فيه تقريبا 500 سعرة حرارية إذا عم نحكي عن الشاورما واحدة اللي هي دجاج أو لحم. ما جبنا سيرة البطاطا، وما جبنا سيرة كمان المشروبات الغازية اللي بتنشرب معها. البطاطا حتكون حطولك بالصحن تقريبا 300 ل 400 سعرة حرارية. والمشروب الحشابي مينيموم 200 سعرة حرارية، فكوجبة كلها توصلتي من 1000 ل 1100 سعرة حرارية. ما ننسى كمان التون، هو من اكثر الاشياء القريبه دائما موجوده مع الشاورما. بالمطاعم كثير بيعتمدوا اوقات على التون، بيدخلوا له زيوت مهدرجه. نوعيه الزيوت عم يستعملوها بتكون زيوت كثير مهمه منيحه، ما بيستعملوا زيت الزيتون. وايضا كثير من المحلات بيزيدوا المايونيز على التون، فهذا الشيء كمان اكثر سعرات حراريه. يعني تقريبا على الصحن الواحد عم عندك 100 ل 200 سعره. يعني المختصر اللي داخل، عشان بس تجمعي لنا، هي اللي داخل اخذ صحن شاورما واخذ مشروب غازي وفرنش فرايز او بطاطا مقليه والثوم، كم التوتل حيطلع له المحصله؟ 1200 ل 1300. حلوين. طيب يعني بشكل عام نقدر نقول يا نسب انه يعني الشاورما لها فوائد، يعني الشخص العادي السليم اللي ما عنده لا كوليسترول ولا قلب فعلا مثلا حياخذ منها فوائد غذائيه؟ أكيد حناخذ منها فوائد غذائية. أي طعام ربنا خلقه فيه له فوائد غذائية. الدجاج واللحم من فوائده أنه هو شو بقلب بروتينات، البروتينات بتساعد على بناء العضلات، بتساعدنا كمان على الشعور بالشبع. دائما أي وجبة بتاخديها بتعتمدي على النشويات، ما بتعتمدي على البروتين، ما حتشعري بالشبع لفترات طويلة. البروتين بشكل عام بيساعد على نزول الوزن، بس المشكلة بالشاورما أنه حيكون مضاف له كتير دهون. عم حاول جمل الصورة شوي. أيضا التتبيلة مثل ما قال الشيف أنه نحن بننقعها قبل بيوم. إذا نقعد بزيت الزيتون، زيت الزيتون مثل ما حكينا قبل عنه مفيد جدا، مفيد لصحة القلب، مفيد لصحة الدماغ. إذا نقعد أيضا بالليمون كمان هو غني بمضادات الأكسدة. حتى نقع ببعض البهارات، الفلفل غني بمضادات الأكسدة بس ممكن شوي أثر على الناس اللي عندها كولون. في أشياء تانية ممكن تستخدم الكمون، بعض الأماكن أو بعض الدول بتستخدمه بخفف هيدي عوارض الكولون. حتى في دول أنا بعرف ممكن يستخدموا الهيل. الهيل مثل كمان ما حكينا سبق حكينا عنه من قبل أنه بيساعد عملية الهضم بالجسم وبيدعم عمل الكولون. ف
هيدي الفوائد الغذائية. وطبعا الثوم مثل ما إذا حضرناه بالبيت بطريقة كتير سهلة، ممكن نهرس الثوم ونحط له شوية لبنة أو زبادي تيعطيه اللون الأبيض وزيت زيتون وبالخلاط بتطلع جدا لذيذة. الثوم بقوي المناعة، غني كتير بمضادات الأكسدة، مفيد جدا للصحة. نسبة ذكرتي أنه حوالي 1200 ل 1300 سعرة صحن الشاورما في المطعم. الشيف اليوم كمان ورانا طرق، وأنت ذكرتي بعض الطرق أنه طريقة تحضيره في البيت بشكل صحي. كم سعرة حرارية ممكن نخفض بهالأسلوب؟ إذا نحن حنعملها بالبيت بسهولة بنقلل نصف السعرات الحرارية. يعني ساندويتش الشاورما ممكن تعمليها بالبيت ب 200 سعرة. طبعا البطاطا المقلية لو إذا استخدمنا القلايات اللي هي بدون زيت كمان قللنا نصف السعرات الحرارية. أو أكثر حتى، لأن طبعا القلي بالزيت بيكون كتير فيه. ونحن ما تنسي حسبنا المشروبات الغازية، فما بعرف بتكون تشرب مشروبات غازية بالبيت طبيعية. إذا خلينا عنا ما نخليك سعرات زيادة. نسب قدي إيش قصة هذه اللي يعني الخبز تحديدا اللي بنستخدمه مثلا مع الشاورما، هل في خبز مثلا ممكن يخفف السعرات أكثر من آخر؟ أكيد. أنا بنصح أن نستعمل خبز المرقوق أو ممكن نستعمل خبز الكرسان الموجود بالسعودية. طبعا كل ما كان الخبز الرقيق، يعني أنت باللقمة عم تطلع لك كمية نشويات قليلة، عم تطلع لك سعرات حرارية قليلة. خبز المرقوق طبعا أغلبه بيكون محضر من الحبوب الكاملة، هالشي بخليه يتشارب الشبع، وبالتالي حتتناول كمية شاورما أقل. نعم، احنا بنشكرك على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات الغذائية. كانت معنا من جدة أخصائية التغذية نسب العطر.